تحكيم المبادرات المجتمعية في إبداع مع وزارة الشباب والرياضة. أنا ليا الشرف إن أنا للسنة الثانية على التوالي موجودة كمحكم. الحقيقة بيبقى يوم بشوف فيه شباب مصر الواعد اللي بيفكر للبلد وإزاي بمبادرات بسيطة بمبادرات تطوعية منهم عايزين يغيروا الواقع اللي حواليهم، بيفكروا في المشكلات وبيفكروا في حلها وإزاي يعملوا كده، إزاي يعني يساعدوا في حل المشكلات دي. ما مش مجرد إن هو شاف المشكلة وقعد ساكت، الإيجابية الموجودة عند الولاد، الحافز اللي بيحركهم، حب البلد اللي بتحركهم، إحساسهم بالمسؤولية ناحية البلد، كل الحاجات دي بنشوفها في الولاد أو في الطلبة من الجامعات المختلفة اللي بيقدموا. قدرتهم على شرح الفكرة، قدرتهم على إزاي وصلوا للحل، تواصلهم مع الجهات المعنية سواء وزارات أو الكلية عندهم عشان يقفوا جنبهم ويساعدوهم. الحقيقة المبادرات المجتمعية من أفضل المبادرات الموجودة في إبداع. كل حاجة في إبداع حلوة، بس المبادرات دي بحس إن ليها أثر إيجابي وأثر مجتمعي وحقيقي بنشوف نتائجها على الأرض. ويعني أتمنى إن احنا نكون تحكيمنا السنة دي عادل، وإن نكون فعلا الثلاثة الفائزين هم أحسن ثلاثة قدموا لنا مبادرات تخدم البلد وتأثر فيها. وبقدم شكري لكل طالب فكر إنه يساعد أو يحل مشكلة في بلده حتى لو ما فاز معانا، لكن هو عمل شغل كويس قوي. وبقدم كل التهنئة للفائزين، وبشكر وزارة الشباب والرياضة على ان هم دايما بيتيحوا لنا هذه الفرصة لوجودنا مع الطلبة. انا طالبة فوزية طاهر حسوبة، كلية الآداب قسم الإعلام جامعة دمياط، ومعايا زميلتي رضوى محروس عوضين، بنمثل النهاردة جامعة دمياط. شاركنا في إبداع في مجال المبادرات المجتمعية. مبادرتنا هي تعليم أطفال الشوارع والمتسربين من التعليم. مبادرتنا كانت فكرة صغيرة ما بيننا إحنا الاتنين، بس كبرت الفكرة وبقى معانا متطوعين كتير وأطفال كتير. الحمد لله الفكرة في تطور وبنتمنى أن هي تنفذ في كل المحافظات. وفي النهاية بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي عن الاستقبال اللي كنا فيه والتعاون لهم معنا. شكرا إبداع. شكرا. فكرة مبادرتنا بدأت لما تعرض لموقف من فترة أنا وزميلة ليا، طفلة من اللي بتبيع المناديل. قعدنا اتكلمنا معاها وانها بتشتغل عشان تساعد اهلها وكده، ومن ضمن الكلام انها نفسها تتعلم، نفسها يبقى عندها شنطة مدرسة، نفسها تروح مدرسة. فبصراحة الموقف اثر فيا، ومن هنا بدأت مبادرتنا وهي تعليم اطفال الشوارع، ومش بس اطفال الشوارع، كمان فئة المتسربين من التعليم اللي ما قدروش يكملوا تعليمهم سواء لأسباب نفسية أو أسباب مادية. أسباب نفسية مثلا تعرضهم للتنمر أو العنف من قبل بعض زملاء ليهم في المدرسة، سبب لهم عقدة اللي هم ما عادش عايزين يكملوا. إحنا فكرنا كشباب إيه ممكن نساعدهم الفئة دي، لأن من حقهم فرصة للتعليم تانية. ففكرنا في البداية ان احنا نأجر مكان ونجمع فيه الاطفال دي ونبدأ معاهم نعلمهم، بس حسينا ان تأجيرنا للمكان مش هيدي ثقة كفاية للاطفال والاهالي فينا. ففكرنا في مكتبة مصر العامة ورحنا للمدير واتكلمنا معاه ورحب جدا بالفكرة وقدم لنا تسهيلات زي غرفة تعليمية مجهزة بالسبورة والقلم التعليم وكده. وكمان ده هيبقى عمل تطوعي، يعني احنا كطلاب جامعات احنا اللي هنقوم بمهمه التعليم، لان احنا هنعلمهم زي دور حضانه كده اللي هو الحروف، الحاجات حاجات مش صعبه ان احنا نقدر ندرسها. رضوى محروس عوادين، كليه الاداب جامعه دمياط. بدأنا معهم بالبدايه ان احنا نعرفهم اللغه العربيه. اكتشفنا في البدايه او
الموضوع اللي لقيناه ان هما ما يعرفوش يعني ايه حروف، حتى مثلا لو اسمه امير مش عارف حرف الالف. بدانا معاهم البدايه جدا، عرفناهم الحرف ونطقه وطريقه كتابته حتى بكذا شكل. بدانا في البدايه ما نديهمش حروف كتير، يعني مثلا نديهم 4-3 حروف في اليوم عشان نستعابهم. لقينا ما شاء الله استيعاب كويس جدا لطلاب معانا. في طلاب تراجعوا شويه، ده ركزنا معاهم اكتر، يعني المده بتاعتهم بتطول في نديهم تعليم. بعد كده بقينا نديهم حافز، بقينا بنديهم واجبات بنتبعها معاهم بالاسبوع المقبل، وكان كمان الطالب اللي بيبقى كويس بياخد حافز. عندنا نوعين من الحافز، حافز شخصي بالنسبه لنا اللي احنا بنديه مثلا حاجه بيحبها، مثلا تقدير حاجة بسيطة. الحافز الثاني كان من مكتبة مصر العامة بتعاون معاها، كانت فيها أنشطة، فيها رحلات، فيها حاجات حلوة جدا كانوا بيشاركوا معاهم الطلاب بتاعتنا. ومن الصعوبات اللي واجهتنا ان احنا لما كنا بنتكلم مع الطلبة ان هما مش هيقدروا يتعلموا عشان هما بيشتغلوا، اغلب الاطفال دول او دول، ففكرنا ان احنا هنخلي الموضوع ده يوم واحد في الاسبوع، فده سهل لنا اكتر. كنا نتكلم مع الطالب ان انت هتيجي يوم واحد بس في الاسبوع كام ساعه كده في بدايه اليوم، ده مش هياثر على شغلك، انت هتروح شغلك عادي. فده كان ساعدنا جدا، اقنعنا الطلاب يعني ان هو يعني مش هياثر على شغلك حاجه، ده يوم واحد في الاسبوع. وكمان احنا كمان كطلبه جامعات ورانا محاضرات وكده، فيوم واحد في الاسبوع يبقى مناسب. طلبنا كمان حاجة بسيطة، لو يكون عندنا حاجة اسمها إفادة. الإفادة دي مثلا ممكن الطالب ياخدها لأنه هو سنه صغير خالص، يعني بيبدأ مثلا من 8-9 سنين، فحاجة بسيطة تبقى إفادة إن هو تخطى المرحلة دي أو يقدر القراءة والكتابة. وكمان إحنا بدأنا يعني لما عرفنا بالموضوع وكده، أي حد عنده نماذج، حد من جيرانه يعرفه وما كملش تعليمه، بدأنا نعرف النماذج دي، واتجهنا لبعض الجمعيات الخيرية زي جمعية رسالة، بدأنا نعرف منها بعض الحالات، يقولوا لنا إحنا مثلا عندنا حالات اجتماعية، في مثلا طفل عندهم ما كملش تعليمه وكده، فده ساعدنا اكتر ان احنا نجمع عدد اكبر. عرضنا الموقف ده على اصدقائنا في الكليه، رحبوا بالفكره جدا، وبقى التطوع بدل ما كنا 2 بقينا 8 بقينا 12، الموضوع كبر معانا. كم حاليا؟ حاليا 10 متطوعين. طيب الصور اللي انت عماله تعرضيها هم 4 اولاد اللي قاعدين وانت اللي معاهم؟ لا دي في البدايه، احنا في البدايه كان معانا 5 اطفال. كويس، عملتوا صور ثانيه ما تعرضتش ليه في البرزنتيشن؟ في فايل فيه صور لوحده وفي فيديو. يعني انت النهارده انت النهارده جايه بتعرضي عليا، فانا لازم اشوف النجاح اللي انت محققاه. موجود في فيديو. احنا كان في البداية 5 اطفال في اول اسبوع، وبعد كده يعني تاني اسبوع زادوا شوية بقوا 8، وبعدين بقوا 12، وفي فيديو موجود. عندك كم طالب دلوقتي؟ 12 طالب. وانتوا كم حد اللي بيدرس؟ احنا حاليا في 10 متطوعين جاهزين. لا، اللي ابتدى بالفعل مع ال 12. اللي ابتدى بالفعل احنا وكمان 2 معانا. اوكي، بس برضه هم الاربع اولاد هم هم. هم نفس الاربع اولاد اللي متصورين في الصور؟ لا لا، دي في بنتين هي لابسه اسود، دي في قدامها بنت كمان. طيب وكمان علشان من الصعوبات اللي واجهتنا ان في اطفال يعني بيجوا من اماكن بعيده، يعني في بنوته اتكلمت معاها بتيجي من مكان بعيد، قلت لها ان احنا عايزين نبقى في وقت مبكر مثلا، قالت لي ده انا باجي العصر انا مكاني بعيد، فبنحاول ان احنا نعمل زي مجموعات كده. طب سؤال، هل اولاد دول اولاد شوارع يعني انت اطفال شوارع ومتسربين من التعليم؟ حاجتين. هل انت بتتواصلي مع ولي الامر قبل ما ايوه احنا معانا اسره كامله من 5 افراد كلهم مش بيعرفوا يتعلموا من سن 18 سنه. كلمتي الاب والام؟ يعني انت الاولى ده بيجي باذن الاب والام من خلال كمان جمعيه رساله، الحالات اللي وصلتها لنا قدرنا نتكلم مع الاب والام ونعرفهم، وهم رحبوا بحته ان هو موضوع انه يوم واحد في الاسبوع كان يسر لنا الامر، ان هم مش هيبقى تاخيرا ليهم يعني ليهم أو على عشان الشغل اللي بيشغلوه. يوم السبت نسقنا معاهم
طيب بالزبط. هو السؤال برضو، هل المكتبة العامة بتديها لكم ببلاش كإيجار؟ المكان بلاش والمتطوعين كمان مجانا. انت بتحتاجي فلوس للكتب والماتيريال وكده؟ وفي بعض الأطفال سنهم صغير أهلهم قالوا لنا أوكي هيجوا معاكم بس تيجوا تنقلوهم، يعني تاخدوهم وترجعوهم يعني كمواصلة يعني. كمواصلة يعني وطبعا ده هيبقى حافز برضو ليهم أكتر إن هو يلاقي ليهم أكتر إن هو مش تعبان في حاجة، إحنا نيجي ناخدك ونرجعك. أنت أملك لو توفر لك فلوس املك يبقى تقدري تعملي كام، يعني توصلي لكام، يعني تيجي تعرضي علينا السنه الجايه؟ لا احنا كل مدى الموضوع بيكبر لان احنا بنتكلم كتير مع الجمعيات الخيريه، كل مدى بيظهر لهم حالات، وكمان لما بنكلم مثلا جيراننا وقرايبنا يقول لنا اه ده في شارعنا طفل ما كملش، طفل خرج من ثانيه ابتدائي كده، فالموضوع بيكبر معانا. لكن ما فكرتوش تروحوا ملجأ للأيتام يكونوا أصلا ما تعلموش؟ إحنا كده سألنا في موضوع الملجأ ده وكنا بنفكرنا إن إحنا نضمهم معانا، بس سمعنا قلنا إن قالوا لنا يعني إن الملجأ في ناس بيروحوا يعلموهم. طيب أنا بس عندي ملاحظة في البرزنتيشن، ما ينفعش إن أنا هعلم ولاد عربي وأبقى كاتبة الكلام غلط، يعني انتوا في لو رجعتي في البرزنتيشن كنت هتلاقي ان في غلطات املائيه. هو ممكن هما اللي يعني لا 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 حبيبتي حاولي تسمعي ما ترديش. ففي غلطات املائيه، انت برزنتيشن هيتعرض في التلفزيون، فوارد قوي ان انا وانا قاعده ابني بتاع اعداديه ولا اولى اعدادي هيلاقي الكلمه مكتوبه كده، او انا قاعده او حد كده هياخد الكلمه زي ما انت كاتباها وهي مكتوبه في البرزنتيشن غلط. أوكي فمهم قوي اللغة العربية انها تتراجع، والكلام ده مش ليكي لكل الطلبة. أوكي. لانه دي حاجة هتتعرض تتراجع مرة واثنين، ودلوقتي الكمبيوتر كله بقى فيه spelling correct يعني. اللي حصل معانا بس ان احنا عدلنا البرزنتيشن كذا مرة وحبينا نضيف عليه حاجات فحصل ما فيش عذر بالنسبة لي، هو ما فيش عذر، بس يعني انت طالعة كمان بتدرسي يعني المبادرة بتاعتك تدريس. أيوة. أيوة. فما ينفعش مدرسة تغلط في كده، انت بتفقدي دي، بس المبادرة هايلة فيها تطوع وبين جدا ان انتوا خدتوها كاتنين وابتديتوا تزودوا طبعا. فده كويس قوي. التكلفه اولموس تقريبا ما فيش، بل بالعكس ان انتوا لو حصل يعني لو العدد الدعم كان اكتر حاجه زي كتاب والقلم بيعدي عليه بنفكر ممكن نستخدم اللي هو الكتاب الالكتروني اللي هو بنمشي بالقلم بحيث انه الحرف يسمعه. وقتي انت. معكم الطالب سامي مجدي محمد أبو الفتح شعبان، كلية الطب، الفرقة الثانية، جامعة الزقازيق. كنت صاحب مبادرة الإسعافات الأولية وإنقاذ نفس. كانت المبادرة بالنسبة لي حلم حياتي إن أنا أقدم فعلا الإسعافات الأولية. فكرة المبادرة الإسعافات الأولية فكرة رائعة، وأنا أيدت زميلي سامي تأييد تام لأن فيها خدمة للمواطن والمجتمع المصري، وإحنا حابين نساعد ونقدم المساعدة لكل المجتمع. والفكرة دي عجبتنا، وإحنا بنحب أنه نقدم مساعدة على أساس أنه بناخد من المراكز الشباب أو مثلا مؤسسات خيرية أو طبية تقدم لنا المساعدة بحيث أنه إحنا نقدم الفائدة للمواطن المصري. وبحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وأشكر وزارة الشباب والرياضة وأيضا لجنة التحكيم والإدارة على هذا التنظيم الرائع والجميل، وشكرا إبداع. صباح الخير. الأول تشرفنا أن احنا كنا قدام حضراتكم يعني، وتشرفنا أن احنا شاركنا في مبادرة زي دي. أنا طالب سامي مجدي محمد أبو الفتح شعبان، الفرقة الثانية، الطب البشري، جامعة الزقازيق. حاضر. احنا مبادرتنا بتتكلم عن الإسعافات الأولية وإيه اللي نقدر نقدمه للمجتمع من خلال الإسعافات الأولية. في أشخاص من حضراتكم هيدور في ذهنهم ده فكرة الإسعافات الأولية فكرة قديمة، لكن الفكرة بدأت عندنا لما ظهر حوادث الطريق اللي كانت كتيرة، وحوادث بلع اللسان زي اللاعب محمد عبد الوهاب، وكمان عندي حدث زي حدث قطار مصر اللي ضاع فيه آلاف الضحايا، وممكن كان فيه ناس لو كانت متعلمة
متعلمة الإسعافات كانت تساهم إنها تقلل نسبة الضحايا وتقلل نسبة الإصابات كتير جدا. طبعا من منطلق قول المولى عز وجل ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، إحنا وقفنا إن المبادرة دي كانت حتما ولابد إن هي تتقدم وتتعرض للمناقشة. احنا مين؟ احنا زي ما قلت في الاول ان احنا طلاب جامعة الزقازيق. عايزين ايه؟ عايزين نوصل فكرة الاسعافات الاولية. في الباوربوينت مكتوب لابناء الشعب كلهم من ذكور واناث وكبير وصغير. هبدأ الاول انا بفرقة الشباب اللي هم في فترة مستوى التعليم الجامعي، وخاصة هبدأ من القرى اللي عندها جهل أو غياب تام لفكرة الإسعافات الأولية علشان نبدأ نتعلم. إحنا المبادرة مش هتتغير كتير عن الواقع اللي هو الإسعافات الأولية، ما هي إلا مجموعة من المحاضرات والسكاشن ورش العمل اللي بتقدم. المحاضرات عندنا هي في خلال هتتم في خلال من يومين لثلاث ايام، من يومين لثلاث ايام هيكون عندنا ثلاث محاضرات، زائد ان احنا ضفنا في المبادره تثقيف صحي. من وجهه نظرنا ان التثقيف الصحي مهم جدا مع الاسعافات الاوليه، علشان فكره التثقيف الصحي بترشد اللي قدامه الشخص المتدرب او المسعف اللي هيبقى بعد كده مسعف لناس تانيين، ان هو يتخذ القرار الصحيح في المكان المناسب بالمانوفر المناسب. اما بالنسبه للمكان فشاكر شاكر زميلي هيقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الطالب شاكر اكرم. بالنسبه للمكان احنا هنعمل بالظبط نتفق مع جمعيات خيريه او مؤسسات طبيه تقوم بدعمنا، وكمان ممكن ساحات فاضيه او مكان نقدر نعمل فيه المبادره دي اللي هو الاسعافات الاوليه. طبعا احنا لحتى الان ما قمناش بالكلام ده، يعني ما اتفقناش، ما اتسعش المجال مع كاننا طلاب طب، يعني انه احنا نتفق مع مؤسسه طبيه او حدا يدعمنا يوفرنا المكان. وبالنسبه لنا احنا جاهزين انه احنا نقوم بالمبادره دي ونخدم المجتمع. اما بقى بالنسبه لاوجه الدعم اللي ممكن ناس كتيره تسال، هو احنا جبنا الدعم منين؟ اول حاجه احنا بدانا دعم ذاتي بيننا وبين بعضنا علشان نجيب الماتيريال اللي قدام حضراتكم ديت. هي ممكن تبان ان هي بسيطه، ممكن تبان ان هي بسيطه، ولكنها يعني كفكره مبدئيه ان احنا هنبدا بيها ندرس الاسعافات الاوليه. عندنا كمان الدعم في جمعيات خيريه اتكلمنا معاه، زي جمعيه طريق الخير في القريه بتاعتنا، قريه دنديت، مركز مدغمر، محافظه الدقهليه. بالنسبه لنا النطاق الجغرافي اللي احنا كنا محددينه وكان محافظتين اتنين، الشرقيه والدقهليه. بالنسبه للشرقيه لان طبعا الزقازيق الجامعه بتاعتي فيها، واحنا حاسين ولمسين الوضع ده ان في قرى ما عندهاش فكره وعي بالاسعافات الاوليه نفسها، وفي دنديت او في الدقهليه، معلش، في الدقهليه نفسها احنا عندنا كم كبير جدا من القرى والعزب اللي اصلا ما فيش عندهم حد متعلم فكره الاسعافات الاوليه علشان ينقذ اللي قدام. طبعا هي الاسعافات الاوليه غنيه عن التعريف جدا، مجموعه من التسلسلات اللي احنا هنقدمها، زي مثلا دكتور اي بي سي، وطبعا في الجدول سيكشنين اتنين، سيكشن ورشه عمل عليه حقن عضلي وكمان حقن عضلي وحقن وريد، ومثلا هنعلم جهاز ضغط وهنعلم الحقن. بالنسبه لنا ممكن نتطرق شوية لحتة الخياطة بس مع الناس اللي هم المتخصصين في كده. شكرا. بشكر الفريق للتقديم والفكرة دي. الفكرة طبعا من الحاجات المهمة جدا، احنا عادة محتاجين توعية وتثقيف في كافة المجالات، وكويس قوي ان انتوا تساعدوا كمان يعني الجهات الحكومية ان انتوا توصلوا الفكرة دي. الورش العمل اللي انت فكرت تعملها، انت فكرت في مقر جمعيات وساحات وغيره، بدأت في الجامعة؟ هل طلاب في شريحة طلاب الجامعة؟ أنا بدأت الفكرة كفرد واحد، عرضتها على زمايلي في طلاب طب،
واستجاب لينا الحمد لله عدد كبير. لا انا مش بسال على طلاب الطب، انا ما بسالش على مين اللي هيساعدك، انا بسال على شريحه طلاب الجامعه، ودي مش محتاجه فلوس ولا تمويل من اي جهات. جربت تعمل حاجات زي كده او اقترحت ان هي تبقى نشاط جامعي داخل الجامعه لباقي الكليات الاخرى اللي مش متخصصه؟ ايوه في اداره رعايه الشباب عملت حاجه زي كده، اقترحنا عليهم كده وهم قالوا بالفعل ان احنا بننظم اسعافات اوليه بالتتابع على طول على مدار السنه، ممكن من كليه لكليه. حتى انتوا عملتوا حاجه زي كده داخل الجامعه؟ هي مقرر ان شاء الله في في في, في نهايه العام. اه او لا؟ لا بس لسه يعني لسه. لسه. طيب العدد الفريق اللي معاك قد ايه؟ عدد الفريق هو انا بدانا بواحد ودلوقتي خمسه. خمسه. بتستهدف اكتر الشباب يعني جامعه ثانوي ولا بتستهدف اكتر الناس البسيطه اللي ما عندهمش فكره؟ انا بستهدف اكتر الشباب في مرحله الجامعه. طيب والشباب في مرحله الجامعه محتاج ليها دعم مادي علشان تتكلم مع شباب في مرحله الجامعه في ايه؟ لا مش دعم مادي، مش قصدنا يعني دعم مادي ان احنا نتكلم مع الشباب. يعني انت لو فزت في المسابقه دي الدعم المادي هتستخدمه في ايه؟ هستخدمه ان انا اجيب الماتيريال اللي انا عايزها عشان اشتغل. اللي هي ايه؟ مثلا محاليل، ادوات زي مثلا ماكيتات للتدرب على السي بي ار. هو انت عاوز تثقف الناس الاسعافات الاوليه، محتاج تعلم الناس المحاليل؟ يعني انت هتجيب لهم محاليل هو هيروح ساعتها يشتري محلول ويجي يعلق، يعني ولا يعمل ايه؟ لا مش هتبقى كده خالص، كل جروب هيشتغل، يعني هدربه من اول ما يمسك مثلا المحلول للكانه، ازاي يجري المحلول، ازاي يركب الكانه، حتى للطوارئ عندهم يعني في البيت نفسه. يعني انتوا كطلب الطب لو انا سالتكم هو ايه مفهومك للاسعافات الاوليه؟ مفهوم الاسعافات الاوليه ان يعني لو حد وقع في الشارع حد يتصرف معاه ازاي؟ اكيد مش محتاج يتعلم او يكون متعلم يركب له كانه. لا بس في الافضل، في الصح وفي الاصح ان احنا نقدمه ليه. يعني ممكن حد وقع في الشارع لو قدامي ممكن استخدم له اجراءات معينه، لو انا شاكك ان عنده حاجه تانية يعني مثلا وقع من فوق انا ما شفتوش وهو بيقع ممكن استخدم له يعني طريقه تانية. هو ده اللي إيه بيفرق. ايه الادوات اللي انت محتاج تاخد لها الدعم المادي وتساعدك في تنفيذ التوعيه للاسعافات الاوليه للمستوى بتاع الشعب اللي مش متخصص؟ اللي مش متخصص سواء شباب او ناس في الشارع. ماكيتات بس للتدريب على الاسعافات الاوليه، ماكيتات زي ماكيت لاستخدام السي بي ار، وده هنحتاج فيه ماكيت بشكل انسان يعني تقريبا من اول الرقبه لحد الخصر او الوسط علشان نتدرب فيه على الاسعافات الاوليه. شكرا، وصلت المعلومه. انت هتطبق على شباب الجامعه؟ شكرا، ميرسي، شكرا ليكم. أنا الطالبة رحمة محسن ومعايا ميرنا أشرف من جامعة 6 أكتوبر، بنمثل جامعة 6 أكتوبر في مهرجان إبداع 8 وبنمثل مشروع نوت باكي. إحنا هدفنا في الفترة اللي جاية إن إحنا في سنة 2021 إن إحنا نعلم 1000 طفل، مش بس نرجع 50 أو 3، لا إحنا هدفنا إن إحنا نرجع 1000 طفل تاني للمدرسة متسرب من التعليم. وطبعا إحنا بس يعني في دلوقتي إحنا مقتصرين على المنتج بتاعنا على النوت بوك، بس إحنا حاطين خطة إن إحنا نطور المنتجات بتاعتنا، مش بس تبقى النوت بوك، لا ممكن يبقى كفر لللابتوب، ممكن يبقى تي شيرت، ممكن يبقى علب هدايا، ممكن يبقى كذا حاجة احنا حاطينها كبلان اللي بعد كده. طيب هو يعني ايه اصلا نوت باكي؟ نوت باكي معناها نوت بوك باك مي تو سكول، يعني كل نوت بوك هتتباع او كل 10 نوت بوك هتتباعوا بيساهموا ان هم يرجعوا طفل واحد للمدرسة. بشكر كل العاملين على المبادرة، مبادرة ابداع. مساء الخير، معاكم رحمة محسن، ميرنا أشرف من نوت باكي جامعة 6 أكتوبر. ماشي. أقول من تاني؟ خلاص. معاكم رحمة محسن وميرنا أشرف من نوت باكي، نوت بوك باك مي تو سكول. التسرب من التعليم من أكبر المشاكل اللي بتواجه مصر حالياً، وخلال الفترة اللي فاتت حاولنا إننا ندور على حل نقدر نواجه بيه المشكلة دي باستخدام كليتنا. نيكست.
من 5 سنين قررت اني هنزل اعلم الاطفال الرسم في المناطق البعيده والمهمشه زي منطقه عرب غنيم والملقه وعرب الوالده والمرج. وخلال الفتره دي علمت اكتر من 400 طفل الرسم، وخلال الفتره دي عرفت اكتر عن المشاكل اللي بيواجهها الاطفال في المناطق دي، وكان اكبر المشاكل دي هو التصرف من التعليم بسبب الفقر. نيكست. عندنا في مصر 2 مليون طالب متسرب من التعليم بسبب الفقر. عندنا على مستوى العالم 150 مليون طالب متسرب من التعليم، وده يعني 16% من نسبة الأطفال في العالم. Next. وعشان نقدر نرجع الأطفال دول للمدرسة مرة تانية، جمعت رسومات الأطفال اللي أنا بعلمهم الرسم وعملتها تصميمات للنوت بوكس، ومع كل نوت بوك بتتباع بيرجع 40% من سعرها لرجوع الأطفال للمدرسة مرة تانية. Next. اللي حققناه خلال الفترة اللي فاتت إننا مع بداية الفصل الدراسي الحالي رجعنا 3 أطفال للمدرسة مرة تانية، عملنا شراكات مع الجمعيات في المناطق اللي احنا بنستهدفها، وعملنا معرض لعرض منتجات نوت باكي، وبدأنا في تصميم الموقع الخاص بينا. Next. واللي احنا محتاجين نعمله خلال الفترة اللي جاية إننا مع بدايات 2020 عايزين نقدر نرجع 50 طفل مرة تانية للمدرسة، وكمان ننشر المنتجات بتاعتنا في السوق المصرية بنسبة 10%، يعني بين كل 10 أماكن ومنافذ للبيع في مكان واحد بيبيع المنتج بتاعنا، وكمان نقدر ننشر منتج بشكل أوسع وأكبر على الموقع الخاص بينا. ومع بدايات 2021 عايزين نكون حققنا مبيعات بعدد 10,000 نوت بوك، واللي من خلالها نقدر نرجع 1,000 طفل مرة تانية للمدرسة. Next. وعشان ترجعين، معلش، ده نتيجة انه مش عارف يدفع المصاريف، يعني هو متسرب عشان المصاريف، ولا هترجع يعني الآلية؟ المناطق اللي أنا رحت فيها مثلاً زي منطقة عرب غنيم، الولاد كانت بتروح المدرسة لغاية مثلاً 3 ابتدائي، أول ما أسعار المواصلات غليت، لأن المدرسة في حلوان وهم في عرب غنيم، فأول ما أسعار المواصلات غليت كانوا بيصرفوا في اليوم 2 جنيه، بقوا بيصرفوا 4 جنيه، فبقى فوق تكلفة الأهالي إن هم يقدروا يدفعوا ده، فقعدوا ولادهم من المدرسة. فرحت اتكلمت مع الأهالي دول وقلت لهم إن إحنا في أول سنة هنصرف معاكم الفلوس الدراسية كلها، وهنتواصل مع المدرسة إن هي ممكن تتكفل بفلوس المدرسة أو إحنا ندفعها لو المدرسة ما وافقتش على ده. أول حاجة بدأتها مع نفسي، يعني بدأت مع الجمعيات دي وبدأت أنزل الناس في الشارع. بعد كده خدت فند من البريتش كونسل، برنامج اسمه دايس. أكمل. وعشان نقدر نحقق ده، نكست، احنا محتاجين مبلغ وقدره 100,000 جنيه، واللي بيشمل او بينقسم الى 50% اليات للتصنيع، ومنها مكان التخزين والتصنيع والالات اللي هتستخدم في التصنيع وكمان المواد الخام المصنعه، و30% تانيه المواد خام اخرى، و20% للتسويق سواء على الموقع الخاص بينا او في السوق المصريه. نوت باكي، نوت بوك، Back me to school. ومع كل 10 نوت بوكس هيتباعوا عندنا طفل هيرجع مرة تانية للمدرسة. شكرا. معلش، عايزة انا هاخد من الدكتور، هل ده تم تطبيقه؟ يعني انت بعتي في 3 أطفال رجعوا؟ بعت. بعتي فين؟ عملت معرض في تويا المعادي، مكتبة تويا المعادي بتعمل اوبن داي، الاوبن داي ده بيتعرض فيه اي منتجات. بعتي بكام بقى؟ مش فاكره بكام بالظبط، بس هو سعر المنتج بتاعنا بيكون ب 150 جنيه، يعني ضفنا عليهم شويه، شلنا من عليهم شويه، ورجعنا ال3 ولاد للمدرسه. لا ثانيه واحده، هي هتجيبهم النوت بوكس، هو النوت بوكس بتاعتنا. ايوه بالظبط، يعني هم دول الرسومات بتاعه الولاد، احنا بنعدل عليهم بحيث ان هم بيكونوا بالشكل ده، بيكون عدد مختلف بقى من الاشكال. مين بقى بيصنع النوت بوك نفسه؟ احنا. انتوا اللي بتعملوه. احنا يعني فنون تطبيقيه، فاحنا بالتالي لينا شويتين ثلاثه في الجزئيه دي. لا يعني بتكلم ان انت بتجيبي اوراق زي سكتشات كده مثلا. هي يعني هو طيب. احنا قسمنا اكيد بتحتاجي مطبعه تظبط لك وتنظف وتقص وكده. لا هو احنا رحنا للاماكن اللي بتبيع دي، مؤسسات موجوده في العتبه. نعم. فهم بيجيبوا النوت بوك نفسها زي ما هي متقفله، احنا بناخد التصميم بنعدل عليه وبنبدا نطبعه ونسلفنه وبعد كده بنكبسه بس، فبيكون جاهز، لكن ما بنبداش تصنيع دي من البدايه. هو سعره بيختلف بس من الجمله، لان هو يكون قطاعي بس، فبيختلف من 25 ل 12 جنيه. طب وانت عملت لا مش ده اللي ب 150 جنيه، ده ب 100، في 150 جنيه بيكون اكبر، وبعد كده في 200 بيكون اكبر، بس هو ده الوحيد اللي اتفضل معانا من الاوبن داي.
طيب 150 جنيه للوان بيس؟ للوان بيس بس يعني لما نزلنا مين اللي بيشتري وان بيس ب 150؟ الفئه اللي احنا بنستهدفها اللي لما حد بيستوعب بيستوعب ان انا بقدم كده فكره يعني بقدم خدمه للمجتمع لما انت بتشتري ما فكرتيش دي. طيب كويس احنا ممكن نشتري ب 1000 مفيش مشاكل بس ما فكرتيش تكلمي دار نشر مثلا مكتبه هو ده خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني اللي احنا بنفكر فيه يبقى مع النوت بوك ده وصف الاهداف المبادره بتاعتك هو ده عملناه المجهود اللي انت عملتيه يعني على الكفر من الناحيه الثانيه يعني وريني كده الناحيه الثانيه انت عامل عليها ايه ده ولا النوت بوك نوت بوك الناحيه الثانيه بقى عليه ايه ده لا ده مش كاتبين عليها بس بيبقى معاها كريدت جوه بيتشرح فيه المبادره او انت لما تشتري ده انت بتساعد في رجوع طفل للمدرسه ده كلام جميل طب ليه ما بنعملوش مثلا نخلي رسمه على وجه والوجه الثاني نعمله زي شادو برضو الرسمه تبقى موجوده ونكتب عليها ان ده تبع مبادره كذا واحنا هدفنا كذا وانت بتساهم بشرائك للمنتج ده في ان انت ترجع مزيد من الاطفال لمدارسهم وبتدعم طفل مش عارف يتعلم وكده كان يعني على نفس الشغل بحيث ان انا لما اخد انا مثلا اشتري نوت بوك واخد بالك ده هيديك على فكره هيديك القدره ان انت تطبعي اكتر وليك انتشار اكتر وبالتالي متعاطفين اكتر كل ما ننتشر اكتر هيبقى سبورترز اكتر بالظبط هي خدمه مجتمعيه يعني انت لما بتشتري منتج من ده فانت بتادي خدمه مجتمعيه من غير ما تبذل جهد تاني طيب. انت بتقدم الاطفال في البيع لا مش في البيع مش حابه فكره ان هم بيشتغلوا عشان يرجعوا للتعليم لان ده حقهم في البدايه والبريتش كونسل اداكوا قد ايه بالظبط 5000 5000 بس 5000 بس طيب هو الفكره جميله والهدف بتاعها اجمل احنا عايزين الانتشار يعني احنا يعني مستنيين فن بنكمل بيه الباقي يعني ان شاء الله. يعني فئاتك المستهدفه خطيبتي مين الفئات المستهدفه للبيع زي ما قلت كده احنا رحنا المعادي هنروح الزمالك اللي هيبقى مستوعب ان هو كده بيقدم حاجه للمجتمع للناس ازاي يعني المجتمع الاوبن دايز اللي بتتعمل في المناطق دي يعني في اوبن دايز بتكلمي ناس يعني من خلال الناس بتكلمي ناس وتعرض الفكره بالظبط ايوه بقعد اكلمهم عن الفكره وبيبقى في ترابيزه ومعروض عليها المنتجات بتاعتي وبقعد اشرح لهم الفكره الفكره دي جميله بس احنا عايزين انتشار اوسع احنا دلوقتي بنصمم الموقع عايزين نوصل بتاعنا الناس اكتر بالظبط احنا دلوقتي بنصمم الموقع بتاعنا عشان نكون موجودين اونلاين ومش خلاص احنا خلصنا هو مش عايزين نعمل جزء بيس او 2 او 3 احنا عايزين نعمل الافات احنا عايزين ننتشر ان شاء الله عشان نقدر نعمل بيه ده ندعمكم كلنا وشكرا جزيلا طيب انا بس هقترح على وزاره الشباب والاقتراح ده انا اقترحته السنه اللي فاتت ان احنا محتاجين سواء احنا كلجنه احنا نفسنا هنكرر تاني او هيجيبوا ناس تانيه اللي هيفوزوا معانا من الجامعات محتاجين نشوف عملوا ايه بقى يعني من سنه للسنه اللي خدوا لا ما بقولش انتوا اللي هتفوزوا يكسب يطرح له بالظبط محتاجين نشوف شغال عليها فلو سمحتوا اللي موجود من وزاره الشباب انا ده توصيه من اللجنه محتاجين نشوف اللي فازوا السنين اللي فاتوا عملوا ايه بالفلوس اللي خدوها وصلوا لغايه فين فيا ريتنا لو ما عملناش ده قبل كده نعمله السنه دي شكرا جدا لحضرتك ثواني عايزه ارد على حضرتك انا عايزه ارد على حضرتك في السؤال اللي هو بتاع التارجت وكده احنا حاطين درجه ان احنا على سنه 2020 عايزين نكون حققنا مبيعات 10000 نوت بوك يعني احنا عايزين نعمل كميات اصلا عشان كده مطالبين الفند من خلال ال 10000 نوت بوك دي هنقدر نرجع بيهم 1000 طفل تاني المره تانية للمدرسه المتسربين التعليم شكرا جدا لحضرتك شكرا جدا لحضرتك شكرا اسمي سلمى محمد الشاهد كلية التجارة الفرقة الرابعة جامعة العريش جاية هنا أمثل جامعتي وأمثل كليتي عن مبادرة أكوا سينا وهي بتتكون من مقطعين أكوا هو نظام خاص بالأكوا بونيك وسينا المقصود بها شمال سينا بما إن عجلة التنمية بدأت تدور في شمال سينا والعريش عموما أنا بنفذ مبادرتي وجت لي الفكرة من تنفيذ المبادرة بستهدف مبادرتي الأسر السنوية وخاصة المرأة السنوية الأهداف بتاعتي هي استغلال وحدة الصحراء والأرض التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة السنوية والأسر البدوية التنمية المستدامة لوحدة الصحراء نشر ثقافة المشروعات الصغيرة لمحاربة التطرف الفكري احب اشكر كل القائمين على مهرجان ابداع والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي
مساء الخير، انا اسمي سلمى محمد الشاهد، كليه تجاره الفرقه الرابعه قسم اقتصاد جامعه العريش. لاحظنا في الفتره اللي فاتت ان عجله التنميه بدات تدور في سينا، وده اللي خلاني ابدا مبادرتي، مبادره اكوا سينا. بتتكون من مقطعين، اكوا هو نظام خاص بالاكوا بونيك، وسينا المقصود بيها شمال سينا. نكست. سيناء ارض الفيروز، وتتكون بشكل رئيسي من محافظتين، شمال وجنوب سيناء، ومن هنا شمال سيناء. تحتوي على 6 مراكز، وأهمهم العريش وبئر العبد. شمال سيناء محافظة بكر خالية من أي مظهر من مظاهر التلوث، وقد أكدت الدراسات العلمية أن شمال سيناء تعد ثاني أفضل مدينة ساحلية على مستوى العالم، ويعد مشروع تنمية سيناء من أهم المشروعات التنموية التي توليها الدولة اهتماما غير مسبوق وفقا لرؤية مصر 2030، تهدف لإنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة بهدف رفع مستوى المعيشة. ومبادرة أكوا سينا هي إنشاء وحدات استزراع مائي مغلق بالمناطق الصحراوية بشمال سيناء، والتي تتسم بنظرة المياه وتصميمه بدون تربة لتكثيف الإنتاج من السمك والمحاصيل في مساحة أصغر من المطلوبة. نكست. نظام الأكوابونيك هو عبارة عن حوضين، حوض لتربية السمك وحوض لزراعة النباتات، بوصلهم عن طريق مواسير وماتور وفلتر. الماتور بيطلع لي المية من السمك لحد النباتات، وهنا النبات بيعمل عندي كفلتر طبيعي لتنقية مياه السمك، والسمك ومخرجات السمك بتعتبر كسمات طبيعي للنبات. نكست. ومن ضمن فريق العمل بتاعي دكتورة في كلية ثروة سمكية نفذت الموضوع عندها، ودكتورة أميرة من كلية الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ نفذوا الموضوع عندهم ونجح، وهم من ضمن فريق العمل بتاعي وهيجوا ينفذوا معايا المبادرة. نكست. أهداف المبادرة عندي استغلال وحدة الأرض ووحدة المية، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر البدوية وخصوصا المرأة السنوية، توفير فرص عمل للشباب، التنمية المستدامة لوحدة الصحراء، دعم الأمن الغذائي عن طريق توفير مصدر للبروتين عن طريق السمك، نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، محاربة للفكر التطرفي. نكست. وبما ان محور تنميه سينا من اهم المحاور التنمويه اللي بتوليها الدوله الفتره الحاليه، ومؤسسات الدوله بتعمل جاهده في وضع خطط تفصيليه لتنميه سينا عن طريق تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء سينا، الشريحه المستهدفه عندي الاسر البدويه والشباب الخريجين والعاطل. نكست. 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 المنهجية والتنفيذ، نزلنا على أرض الواقع وتواصلنا مع باشمهندس سامي الهواري مدير جمعية كنوز البردوي في بير العبد، واخدنا منه الموافقة ان هو ينفذ المبادرة. هبدأ اختار المتطوعين في مجال الاستزراع المائي والاقتصاد والتسويق عشان اقدر اسوق المنتجات اللي هتطلع. هعمل دورة تدريبية للمتطوعين ان ازاي ينفذ المبادرة. هنسق مع الجمعية ان هي توفر المتدربين اللي انا هديهم الندوة. هطبع بعض الدعاية للناس عشان يعرفوا مكان ومعاد المبادرة. نكست. ده الخطاب اللي انا اخدته من الباشمهندس سامي ان انا انفذ بيه المبادره. نكست. هجهز المكان ان انا اعمل بيه المبادره، هوفر مدرب متخصص في الموضوع ومثال نجح في الموضوع، ومتخصص مالي ان هو يقدر يقول لي التمويل اللازم ان انا ازاي امول المشروع بتاعي، ومتخصص في تسويق المنتجات. هنفذ الندوه او المبادره، وهعمل ورش عمل للناس اللي قررت ان هي تنفذ المشروع. هتابع معاهم طريقه تنفيذ المشروع، وهتابع معاهم بعد الدوره الاولى النتائج اللي هم وصلوا لها. نكست. دي الميزانية التقديرية للمبادرة بتاعتي 21,500، دي بتكون في خلال فترة 6 شهور، ومع بداية ان انا اكرر الموضوع تاني التكلفة عندي بتقل عن طريق ان انا اوريدي دربت الناس، فهتبقى المثال الحي الموجود اللي نجح في الفكرة عندي. نكست.
عوامل النجاح الأساسية الملائمة البيئية من وحدة الصحراء وندرة المية، ندرة ما عنديش فرص عمل فأنا وفرت فرص عمل عن طريق المشروع ده، عندي مساحات كبيرة من الأراضي، قابلية السكان لأنهم بيعملوا بنفس الحرف أو بالمشروعات الصغيرة زي صناعة العجوة والتمور، وتماشية مع فكرة الدولة أنه هو بيدعم المشروعات الصغيرة عن طريق البنك الأهلي والصندوق نيكست. أوجه الدعم جامعة العريش بتوفر هقدر ياخد منها المتطوعين والجمعية وهيبقى التمويل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي والجي اي زد. احنا اوريدي كلمناهم وخدنا معاهم ميعاد. خلاص طيب انا هسألك كذا حاجة. المشروع ده انت فيه لوحدك؟ انا دلوقتي فيه لوحدي، لكن انا ايه الخطوات اللي انت عملتيها؟ ان انا خدت موافقة من الجمعية ان انا انفذ الموضوع. كويس. هي من الفكره مش فكرتك، يعني الفكره دي لان المبادره دي اتعرضت علينا السنه اللي فاتت، والميه والسمك يعني الفكره نفسها كانت موجوده وتم عرضها هنا في نفس ال بس ما اعرفش اتنفذت ولا لا. انا بتكلم ان الفكره ذات نفسها اتنفذت في جامعه السويس وجامعه كفر الشيخ، فاوريدي هم نفذوها ونجحوا فيها، فانا واخده الفريق العمل. انت واخده الفكره بدري تطبيقها عندك بالظبط. كم واحد بقى التطبيق، كم واحد معاكي بيساعدك؟ ثلاثة. طيب وغير المتطوعين والمتخصصين هيبقى معايا العدد كبير. اوكي. انت طالبه بتقولي ان ال 21000 جنيه دي اول موازنه. ال 21000 دول لو انت معاكي دلوقتي كم المستفيدين اللي هيطلعوا ب 21000 جنيه قد ايه؟ دول الجمعيه هي اللي هتوفر لي المتدربين اللي هيقدروا ان هم ينفذوا الموضوع، بس بنتكلم تقريبا في حوالي 50 مشروع اكوابونيك هيتنفذ. ايوه. هيجيبوا منين بقى فلوس الاكوابونيك ده؟ اللي انا فاهمه انه زي جهاز او حاجه زي كده صح؟ هو لو احنا كملنا هيبقى الموضوع موجود. لا اشرحي لي. هو عباره عن حوضين، حوض لتربيه ميه وسمك، وحوض تاني بحط فيه نباتات، بوصل الحوضين دول عن طريق مواسير وبحط فلتر عشان ينقي لي الميه. أيوة. وما توري الفايبر. التمويل بقى ده منين؟ يعني ده انا النهارده مهتمه وجيت حضرت معاكي التدريب بس ما معيش الفلوس دي، هل انت هتموليني؟ لا، ما انا بقول لحضرتك اوجه الدعم عندي يا اما اروح للبنك الاهلي، يا اما اروح للصندوق التنميه، يا اما اروح ممكن مثلا زي الجي اي زد اوريدي نفذوا حاجه شبه كده في هل انت اللي هتروحي ولا المتدرب اللي هتدربيه؟ انا اديت الفكره للمتدرب، هيبدا يجي يلجأي طب انا اروح ازاي، فانا هقدر اوجهه على الطريق الصح ان هو يمشي فيه. يعني انت بتقودي الموضوع بالظبط. انا وفريق العمل اللي معايا اللي هم ثلاث افراد. انا بتكلم من الناحيه الاقتصاديه، هم فنيات اكتر بحكم ان هم استزراع سمكي. اوكي. حضرتك عايز تسال حاجه؟ تمام. انا في حاجه عايزه بس ازودها، وتكلفه المشروع عموما كله حوالي 3750 جنيه، ده لو هنتكلم على وحده صغيره. ممكن اوسع الموضوع معايا لمزرعه سمكيه كبيره توصل لي ل 3.5 طن من السمك. انت شايفه ان ده مشروع ناشئ ده ولا مشروع مبادره مشروع؟ يعني دي فكره مشروع ناشئ ولا مبادره؟ لا، هي دي مبادره بان انا ببدا اعرف على المجتمع اللي انا عايشه فيه الفكره. تمام. تكلفتها ايه؟ تكلفه الـ الاحواض دي ايه؟ 3750. التكلفه ثابته عندي حوالي 2890. يعني تكلفه متغيره اللي هي هتعملي مبادرة لتوعية الجمهور اللي عندك بأهمية المشروع ده وإزاي يشتغلوا فيه. بالظبط. يعني هي توعية بأهمية مشروع وإزاي يكسبوا منها. بالظبط. صح؟ إن أنا بقدر أوفر له فكرة مشروع بما إن إحنا دلوقتي تنمية سينا شغالين فيها. طب أنا دلوقتي المبلغ اللي أنت هتاخديه هتديه للمدربين اللي هيشتغلوا بيه توعية وتدريب؟ أنهي مبلغ؟ اللي هو 21500؟ ال 21500 لو فزتي بالجايزة هتصرفيها في إيه بالظبط؟ هصرفها في ايه بالظبط؟ في ان انا هبدا ان انا ازود عندي بقى ورش العمل اللي انا هقدر اقدمها للمتدربين. فين دور التطوع فيها؟ دور التطوع من طلبه الجامعه او متخصصين في الموضوع، في ان انا اقدر اعرض عليهم ان هم يجوا يعني يدوا الموضوع باستفاضه اكتر. ده تطوع؟ امال المبلغ هيتصرف على ايه؟ المبلغ اللي انا هعمل بيه ورش العمل لا المعدات ذات نفسها. ما انا مش هقدر اشرح لحد حاجه من غير مثال قدامي. ما هي المعدات دي للشرح مش كده؟ يعني هي معدات وهقدر واحده معاكي بالظبط، وهقدر استخدمها بعد كده في الـ في الـ في الندوات اللي انا هعملها بعد كده. يعني الجائزه اللي ممكن لو ربنا كرم وفزتي بيها هتبقى لشراء المعدات. لشراء المعدات وتوفير المتخصصين والدعايه. لا، المتخصصين دي تطوع مش كل المتخصصين. تمام. يبقى احنا كده جزء لتوفير المعدات وهي معدات واحده بس ودعايه، يعني بايلوت واحد بس من المعدات انت تستخدمه في كل الورش.
مش كده؟ يعني مش هتشتري اكتر من مره. هو نفس الدعايه والدعايه. انت ناوي تعملي دعايه غير سوشيال ميديا؟ لا سوشيال ميديا وبنفرض ان انا اقدر اعرف بيها الناس المكان اكتر. شكرا. ميرسي. برافو وهيلا ونشكرك. انا اسمي طارق رمضان صالح، كليه الطب جامعه الفيوم، ومعايا زميلي محمد محسن جمعه، كليه الطب جامعه الفيوم. النهارده شاركنا في مؤتمر ومهرجان ابداع بمبادره بعنوان بنك المسكنات. السلام عليكم. التطبيق زي ما طارق كان بيقول ده هيبقى عباره عن سيرفر، تمام؟ تكلفه السيرفر هتبقى 2 مليون، والسيرفر ده هيبقى عباره ان هو بيجمع الداتا بتاعه المواطنين من حيث الحاله الصحيه تبعهم، واللي هو الاستهلاك بتاعهم اللي هو للمسكنات، بحيث ان انا احدد اللي هو التناول بتاع المسكنات الخاص بيهم، بحيث ان هم ما يكتروش ويزودوا في الافراط فيه. واللي النقطه دي طبعا البرنامج هيبقى مفيد جدا في جمع البيانات الابحاث العلميه بشكل عام، والايه وبعد كده للابر سكيل. طيب دي كانت فكره البرنامج بشكل عام. وفي الاخر نحب ان احنا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب الاستاذ اشرف صبحي على دعمهم للمبادرات وعلى دعمهم للافكار الشبابيه، لان بيبقى في افكار كتيره بتبقى محتاجه ان هي ايه تطلع للنور. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله. انا هاله محمود صوفي، كليه الطب جامعه الفيوم. انذار انذار انذار، مسكنات زي الفشار. احنا دلوقتي بنناقش مشكله بقت مشكله العصر. دلوقتي عندنا مشكله كبيره جدا على مستوى مصر، وهي مشكله الفشل الكلوي. طيب ايه مشكله الفشل الكلوي؟ سنه 2018 خصصت الدوله 700 مليون جنيه لمعالجه مرضى الفشل الكلوي، وسنه 2019 خصصت 5.4 مليار لمعالجه مرضى الفشل الكلوي. معنى كده ان الموضوع في تزايد، معنى كده ان النسبه زادت 7 اضعاف. طيب معنى كده ان احنا لازم نفكر في حل المشكلة دي، وعلشان نفكر في الحل لازم نفكر في السبب الاساسي. طيب ايه هو السبب الاساسي؟ حسب منظمة الصحة العالمية قالت انه السبب الاساسي للفشل الكلوي هو الافراط في استخدام المسكنات. طيب هل المسكنات بتعمل الفشل الكلوي بس؟ لا طبعا، بتعمل جلطة على القلب، بتعمل سكتة على الدماغ، بتعمل كمان التليف الكبدي وكمان التهابات، وكمان بتؤدي للإدمان الأفيونات وأشباه الأفيونات. كمان الأم الحامل لما بتاخدها في الشهور الأولى بتؤدي إلى تشوهات في الأجنة. كمان بتؤدي للضغط. طيب إيه الفكرة بتاعتنا؟ الفكرة إن إحنا ننشئ بنك للمسكنات. يعني إيه بنك للمسكنات؟ هو ممكن نسأل حضراتكم إيه أول حاجة جت في دماغكم عن بنك المسكنات؟ يعني فكرة بنك نفسها، يعني بنك للمسكنات. طيب دلوقتي بنك المسكنات أو فيما يسمى بالصيدلية، تمام. طيب دلوقتي أي بنك، يعني إن إحنا هنعمل حاجة شبيهة بالصيدلية المبرمجة. طيب يعني إيه صيدلية مبرمجة؟ يعني إن إحنا هننشئ جهة لصرف المسكنات مخصوص من خلال برنامج إلكتروني هتديره وزارة الصحة نفسها. طيب بعد كده ايه فكرة البرنامج ده؟ الفكرة ان هي هيبقى ان كل مواطن هيشتري المسكن ببطاقة شخصية، وطبعا هنستكمل فيما بعد شرح تفصيل البرنامج مع زمايلي. دلوقتي يتقدم طارق. السلام عليكم، انا طارق رمضان صالح، كلية الطب جامعة الفيوم. ان شاء الله هشرح لحضراتكم جزء الاهداف تبع مبادرتنا ان شاء الله. تمام. اول هدف في مبادرتنا ان احنا نعمل توعية، او عملنا بالفعل توعية وحملات توعية عن مخاطر المسكنات والأضرار البالغة اللي بتسببها. إحنا لما نزلنا للناس وكلمناهم اتفاجئنا إن في ناس مش متخيلة فكرة إن المسكن أو الإفراط في المسكنات ممكن يعمل جلطات على القلب، يعمل فشل كلوي. اتفاجئوا أصلاً بالموضوع ده، وإن الحاجات دي مش هتأثر عليهم. ده أول بوينت في التوعية. تاني بوينت وهو توفير قاعدة بيانات خصبة للأبحاث، تمام، او توفير تكاليف باهظه على الدوله. تمام. زي ما زميلتي هاله قالت ان في سنه 2018 700 مليون جنيه للفشل الكلوي بس، غير جلطات القلب، غير السكتات الدماغيه، غير. تمام. و2019 العدد ده المبلغ ده زاد ل 5.4 مليار جنيه. تمام. ثالث حاجه او ثالث هدف من الاهداف بتاعتنا
إن إحنا نمنع نزيف وقرحة المعدة. تقريبا من المشكلات الكبيرة للإفراط في المسكنات هو النزيف والقرحة المعدة. تمام؟ نكست. برضو إحنا لما نزلنا لقينا عدد كبير الحقيقة اتطوع من كذا كلية عندنا، كليات الطب وكليات الصيدلة وكمان من كليات الحاسبات والمعلومات. دلوقتي فضل دقيقة ومعرفناش أنتوا هتعملوا إيه؟ أوكي، زي ما زميلتي شرحت الفكرة، هي عبارة عن صيدلية مبرمجة، هو مبنى أو أوضة في كل مركز حضري. طب ليه إحنا ما عملناش في كل محافظة؟ والله لكل محافظة هيبقى عدد قليل جدا لما أعمل صيدلية واحدة في المحافظة. طب ليه ما عملناش في كل قرية؟ لا، ده هيبقى عدد كتير جدا، فشوفنا أنسب حل هو المركز الحضري. تمام؟ الصيدلية المبرمجة دي هيبقى فيها كذا حاجة يشرحها زميلي محمد، من ضمنها هيبقى فيه برنامج إلكتروني أو تطبيق، بحيث البرنامج ده هيحدد عدد المرات اللي هياخد فيها المسكن للمواطن، اللي هيدي فيها المسكن للمواطن. تمام؟ طيب ايه الخطوات اللي احنا عملناها لحد دلوقتي؟ دلوقتي احنا نزلنا عملنا حملات، عملنا نشر، لا بالراحه يا جماعه، نشرنا زي بوسترات وحاجات زي كده بتوعي الناس عن اضرار المسكنات وامتى يستخدموها وامتى ما يستخدموهاش، لان دلوقتي المسكنات بقت بتستخدم زي البونبوني، يعني بقت بتتباع في اي مكان اساسا. كمان رحنا بنك اللي هو الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بس للاسف ما كانش فيه احصائيات كافيه، فعملنا استبيانات على الناس عشان نشوف فكرتهم عن المسكنات ايه وامتى بياخدوها زي ما حضراتكم شايفين. وكمان عملنا استبيانات الكتروني وعملنا بيج على الفيسبوك بحيث ان احنا طيب الوقت انتهى. انا بس عندي تعليق، اللي انت قلتيه كله هو رجع زميلك عاده وفي لا الاخر لا لا, لا, لا انت عدت نفس الكلام اولموست، وان الفشل الكلوي يعني لازم وانتم بتقسموا البرزنتيشن ما تبتديش من يعني ما تعدليش هي الدكتوره الاول قالت ايه، تبتدي انت بقى تديني معلومه جديده. انتوا ضيعتوا الوقت وفي الاخر اتشرح الموضوع في حاجه. انا عايزه اسال حاجه، المبادره دي كانت موجوده السنه اللي فاتت صح؟ لا لا، المبادره ما كانتش موجوده. هو حضرتك بس احنا ما شرحناش فكره البرنامج اللي هنشتغل عليه. احنا بنشكرك طبعا، انت داخله عندك ثقه في نفسك جميله، فحتى اعضاء اللجنه كلهم بيشكروك عليها، ودكتوره امل لسه بتقول واثقه ونفسها وجميله ورائعه، بس احنا قاريين ما تقلقيش. شكرا جدا. انما ده عامه جزء في خلل صرف الدواء، يعني لو بصيت انت في المبادره الاولى بتاع زملائنا الرائعين من جامعه اسيوط كاتبين الدواء فيه سم قاتل. النهارده معروض النهارده اول مبادره. أيوة أيوة أيوة. والوقت احنا بنتكلم عن بنك المسكنات. ليس فقط المسكنات اللي بتضر بالكلى، لا، ما هو المضادات الحيويه والاسراف من استعمالها. ولكن سيدي الفاضل بعد اذن مقاطعتك، تمام، وعدم وجود سيستم. المضادات الحيويه كانت موجوده السنه اللي فاتت في الانتيبيوتيك ريزيستنس، فاحنا ما رضيناش نكرر الموضوع تاني. العالم كله اللي هو كمان عنده يعني في حته الطب دي واصلين اكتر مننا. المسكنات بتتباع في السوبر ماركت، يعني هم بيعملوا فيري ريستريكشن على الانتيبيوتيك على كل حاجه. طيب. الا المسكنات والسليبنج ايد والحاجات دي موجوده في كل حته. ولكن حضرتك ثقافه الشعب هناك تختلف عن ثقافة الشعب هنا. احنا يبقى انت بتشتغل على الثقافة مش على المركز وعدد المرات وكده، لانك لا عمرك ما هتقدر تحكم عدد المرات. احنا ظهرت لنا المشكلة من الاستبيانات اللي احنا قدمناها ومن الاستبيانات اللي احنا عملناها اونلاين. تمام؟ عاوز اقول لك على حاجة. اتفضلي. الفكرة بتاعتك وبتاعتكم يعني هايلة ومحتاجينها. زي ما قلنا كل ما يخاطب الثقافة المصرية ويطورها فاحنا محتاجينه، ولكن زي ما قال الدكتور أمل هو المسكنات موجودة في كل دول العالم في سوبر ماركت، المهدئات والمنومات المسموح بها موجودة في سوبر ماركت، ولكن لما نيجي نتكلم هنا إحنا عاوزين نغير ثقافة، يا ريت نركز على التوعية. شوية البوسترز اللي أنتوا عاملينها مهمة جدا، تجيبوا حالات وتقولوا للناس الحالات دي تحصل لها كذا، لما كترت من المسكن الفلاني ده هيكون أسرع في الإيصال الفكرة. سوشيال ميديا مهم جدا. فكره بقى ان احنا
المريض او الشخص العادي ياخد المسكن بالبطاقه، اعتقد دي مش مقبوله خالص لان مش موجوده في كل دول العالم. موضوع الصيدليه المبرمجه، يعني احنا نفسنا كلجنه تحكيم مش واضحه قدامي الفكره قوي، لان انت لو محتاج تعمل دي اوضه زي ما انت قلت في كل مركز، تكلفه ايجار الاوضه وتوزيعها ازاي، الادويه اللي هتتحط. احنا عايزين نتكلم في ده يعني. ما انت ما انت ضيعت الوقت، ما انت كان عندك وقت برزنتيشن بس تقدر ترد على بسرعه. ممكن ارد على حضرتك في كذا نقطه يعني، ارد بس نقطة على في دقيقه يعني حضرتك بس بتتكلمي. هو بس زميلكم التالت انا ما سمعتش صوته يعني. فكره البرنامج، فكره البرنامج بس يعني، هو البرنامج اصلا احنا ما اتكلمناش عنه اصلا يعني، اللي هو اساس الموضوع بتاع الفكره بتاعه اللي هي صيدليه مبرمجه واللي هو بنك مسكنات. الابلكيشن يعني قصدك؟ هو عامه هو ابلكيشن وهيبقى سيرفر اصلا على النت. تمام. طيب هل ده مش موجود؟ لا اوريدي. لا ابلكيشن لايه بالظبط؟ ابلكيشن هتعمل بيه ايه؟ ده ابلكيشن اولا بيتحكم في اللي هي بيعرف اللي هي الصادرات والواردات اللي هي بتاعه المسكنات، وفي نفس الوقت بيعمل ليميتيشن اصلا للمسكنات ان الواحد ما يستخدمش الصادرات والواردات بتاعه المسكنات في جمهوريه مصر العربيه. المفروض الابلكيشن اللي انت هتعمله هيتراك ده اول حاجه. تاني حاجه اولا ده هيتابع على الاوبر سكيل. ده مش بيتعمل دلوقتي في وزاره الصحه الابلكيشن ده؟ لا ده بيتعمل في وزاره الصحه بس هو ده حضرتك. انا بس سؤال محدد. التراكينج لصرف الادويه والواردات والصادرات من الادويه والادويه بتتسحب فين امتى، ده مش بيتعمل في وزاره الصحه دلوقتي؟ مش ده القصد خالص. ما هو ده قصدنا. لحظه بس عشان انتوا كده هتلخفنونا. لا خالص، هو شرح حاجه وانت بتقولي مش هو ده القصد. لا هو في مس اندرستاند، بس ثواني، انه احنا عايزين المواطن ياخد عدد معين من المسكنات في اليوم علشان هو ده اللي بيأثر على الكلى وهو ده اللي بيأثر على الكبد. علاقه ده بالصادرات والواردات؟ لا هو مش قصده كده، قصده على الصادرات والواردات الصيدليه نفسها. كان جزء من البرنامج والميزانيه حضرتك، لان ده انا ببقى عايز اعرف اكتر فئه في المجتمع اصلا يعني بتبقى محتاجه اللي هي الكميه من الادويه دي، بحيث ان هو ما يحصلش عجز من الادويه في مكان والادويه تبقى موجوده بكميه مفرطه في مكان تاني، وفي نفس الوقت لما انا هتحكم ده غير هدفك الرئيسي من المبادره ان انت توعي الناس من اخطار المسكنات. انت دخلت في حته تانية اللي هو انت بتقول للصيدليه انت اللي عندك قد ايه واتسحب منه ايه وفاضل منه ايه عشان ما يحصلكيش عجز. ده غير الهدف الرئيسي اللي هو المسؤوليه المجتمعيه تجاه الشعب المصري، اوعيه من مخاطر استخدام المسكنات بشكل مفرط. هدف كمان، لو انا فاهمه غلط تمام هدف كمان اهم من التوعيه، وهو ان انا هقلل العبء على المستشفيات العامه. يعني مثلا بدل ما المريض يتعب ويروح المستشفى العام عشان يصرف المسكن ده بطريقه عشوائيه ممكن ياخده في اليوم 3-4 مرات، لا عن طريق التطبيق اللي احنا عملناه ده هيروح للمركز الحضري في المكان المخصص اللي هو الصيدليه اللي احنا شرحناها لحضراتكم، وهيحدد له عدد المرات بحيث يبقى احنا قللنا العبء على المستشفيات العامه، وبالتالي زي ما احنا عارفين ان في عجز في عدد الاطباء، فبالتالي ده يبقى حقق هدف تاني رئيسي وليس التوعيه فقط. عايزكم برضو تشوفوا برضو لو 5 ثواني بس اللي هو البروتوتايب بس اللي احنا عاملينه للبرنامج. تمام، لان احنا بالفعل البرنامج احنا كنا خدنا ستيبس موجوده فيه في الموضوع ده، وكنا جايبين اللي هو السيرفر والكلام ده، وكان زمايلنا من الحسابات كانوا عايزين يخلوا مين هيمول لك الابلكيشن السيرفر؟ قطاع الصحه العامه المفروض ان هو اللي مول لنا الابلكيشن. قطاع الصحه العامه، وكمان في مؤسسات المجتمع المدني اللي هي منظمات لو خدت مكافاه هتصرفها في ايه؟ نعم، لو خدت مكافاه هتصرفها في ايه؟ يا لو خدت جايزه هتصرفها تمام في اولا في فكره البرنامج، ثانيا الابلكيشن يعني في الابلكيشن تمام، ثانيا في المبنى ذات نفسه اللي هيتعمل في المركز الحضري لو ناقص اي مشكله. اكيد في صيدليه في كل مركز حضري. ايه هو المركز الحضري؟ هو الوحده الصحيه اللي موجوده في الريف، ولكن في المدن او في المركز بيسموه مركز حضري. تمام، احنا في كل مركز حضري من ده موجود بالفعل في صيدليه، ولكن بطريقه عشوائيه الناس ما بتروحش اصلا، وبالتالي احنا هنفعل النظام الصحي من جذوره. ودواء ناقص دواء مش موجود كده كده اصلا يعني، الموضوع ما بيتعرفش الا بعديها بفتره. فحضرتك ده لما تبقي عامله اللي هو السيرفر على اللي هي الابر سكيل وتبقى بتتابع باللي هي الادمنستريشن بتاعه اللي هي وزاره الصحه، والله انا بيحصل عندي سحب كبير من اللي هو الدواء في اللي هو الايه المركز ده، بيحصل عندي مش عارف ايه في اللي هو المكان ده. انت اللي تخاطب ولا الوحده الصحيه اللي تخاطب؟ لا هو الداتا عامه، الداتا هو كده كده اصلا اللي هو النول
النولج از باور، تمام. هي الفكره ان الداتا عامه او اللي هي المعلومات اللي هي بعرفها اللي هو سواء الاستهلاك او مش الاستهلاك تمام. شكرا. لا خلاص هو كده وقتكم خلص، انا اسفه عشان زمايلكم. الفكره وضحت في اخر كام دقيقه. طيب ده هو ده اللي انا عاوز اقوله. تمام. الفكره وضحت منكم دلوقتي. انا ممكن اقول ملاحظه. طب لحظه بقى. والله اخر حاجات ان احنا نحترم ان احنا نقول خلاص. تمام شكرا 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 شكرا.